وبركاته. كيف حالكم يا احلى ناس في الدنيا؟ تعتبر الارجنتين من افضل انواع اللحوم في العالم، لذلك النهارده هنتكلم عن الثروه الحيوانيه في الارجنتين. خليكم معانا. الثروه الحيوانيه في الارجنتين تعتبر من افضل اللحوم في العالم، بس للاسف تربيه لحم الخنزير منتشره جدا في الارجنتين ودول امريكا الجنوبيه، لأن دولة مسيحية بيشربوا خمور وبيأكلوا لحم خنزير، ولكن توجد في الأرجنتين مزارع لتربية الحيوانات والمواشي والأبقار والأغنام بمساحات ضخمة جدا جدا بجهود فردية، وتوفر الحكومات ذلك للمواطنين. توجد مساحات خضراء كبيرة جدا جدا يا جماعة، جميع المزارع موجود بها رؤوس أبقار كبيرة جدا جدا وكمية خنزير لا حدود لها، وأصحاب المزارع يقومون بعمل بحيرات صناعية من مياه الأمطار، وتوفر لهم الدولة ذلك. الدولة توفر جميع الخدمات لتربية المواشي والأبقار لزيادة استثمار الثروة الحيوانية في البلاد. المزرعة الواحدة يا جماعة لها أكتر، فيها أكتر من 3000 راس المزرعة الواحدة، ولكن تتغذى جميع الحيوانات يا جماعة على أعشاب والمأكولات الحيوانية الطبيعية، وأحجام الرؤوس تصل إلى طن، وعبارة عن سلالات جيدة جدا يا جماعة، بتطلع لحوم شهية جدا جدا، لذلك تعتبر الأرجنتين من أفضل أنواع اللحوم في العالم. ولكن للأسف يا جماعة طريقة الذبح في الأرجنتين ذبح كهربائي، يعني لا يوجد ذبح حلال نهائيا. الناس المسلمين هنا بياكلوا ويسموا، الواحد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وياكل، لان الحيوانات هنا يا جماعة طريقة الذبح تقتل عن طريق مسدسات هوائية. ولكن هنا في الارياف يا جماعة مفيش حد يعني مثلا يربي 2 أو 3 أو 4 زينا زي في بلادنا يعني العربية، ان يكون عنده جاموستين او بقرتين، لا 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 لا، هنا بكميات ضخمة الحكومات بتساعد، بتدي أراضي منح للشركات اللي عاوزة تربي أبقار، وبتوفر لهم المياه بحيرات صناعية عن طريق الأمطار. فتربية المواشي في الأرجنتين من أكتر أنواع الاستثمارات يا جماعة، مزارع المواشي بالألوفات وبتتغذى على أعشاب، مفيش أكل يعني لا على أعشاب، لأنهم بيعشوا لحم الخنزير، بيعملوا بلوبيف زينا ولانشون. لما واحد يسألني بيقول لي انت ما تاكلش خنزير ليه؟ بقول له انا مسلم ممنوع اكل خنزير. فبقول لي ليه؟ قلت له عشان الخنزير مليان دهون وحرام، والخنزير بياكل فضلات بتاعته. قال لي لا، ما هو المزارع خاصه، في مزارع خنزير خاصه، حاولت اقنعه بس مفيش فايده. بقول انا من اجداد اجدادي، يعني من جد واهل جده كلهم بياكلوا خنزير، يعني انا مش هاكل خنزير ليه؟ يعني مثلا عليه هو اللي بيكلمني. فانا حاولت اقنعه وقلت له لحم الخنزير حرام شرعا في الاسلام عندنا، لان الخنزير بياكل فضلات بتاعته والخنزير مليان دهون. حاولت اقنعه بس مفيش فايده، بيعشاه الخنزير. اللي ما يعرفنيش، انا علاء الدسوقي، مصر عايش في امريكا الجنوبيه. اشتركوا في القناه، هنلف العالم مع بعض.